مساء الخير على كل متابعي صفحة الإعلامية إيمان أبو طالب. إحنا النهاردة معانا ضيف مختلف، فنان من الفنانين اللي قدموا أدوار كتيرة محفورة في أذهاننا، له رقيها واحترامها، وهو حتى بيحترم جمهوره وبيحترم ذاته. أعمال كلنا فاكرينها ومحدش يقدر ينساها. هو واحد من أبناء جيل احنا لحد دلوقتي اول ما بنلاقي مسلسل قديم بنقف عنده وبنستناه كمان في اعماله الجديده، بس هو مختفي علينا يمكن بقاله 10 سنين ولا حاجه، مش عارفين السبب ايه، هنسأله. وعرفنا ان هو من الفنانين الكبار الزملكاويه، فحابين ان احنا نعرف بقى يعني رؤيته لوضع الزمالك دلوقتي والفرقه، وبكره ممكن ان شاء الله نتوج بالدوري. وبعدين خد بالك ان انا اهلاويه. ايوه طبعا، يعني ببارك لكل جمهور الزمالك الحبيب على بطولة الدوري وان شاء الله الكاس كمان. وبعدين انا اللي اكتر شيء ساعدني جدا بقى مش مسألة بس النتائج والبطولة، لا، المتعة، متعة الكورة. يعني الزمالك رجع تاني فعلا مدرسة الفن والهندسة. يعني انتوا بتتفرجوا على زمالك مختلف، على الزمالك بتاع زمان بقى، فعلا في متعة كورة وفي جمل بتحصل وفي روح وفي حلاوة في اللعب. واعتقد انه اي منصف او محايد او محب وعاشق للكورة هيقدر يشهد باللي انا بقوله، ان انا مش ببالغ وبتكلم كلام حقيقي صح يعني. فان شاء الله يا رب باذن الله كده بكره، يمكن النهارده على فكره، يعني لو بيراميدز تعادل مع فيوتشر او اتغلب من فيوتشر يبقى كده مبروك للزمالك. لو ما كانش، بس احنا املنا انه يعني بيراميدز يحقق فوز عشان نحتفل في يعني احنا بقينا واصلين لمرحله الثقه دي كمان. هسأل حضرتك شوية أسئلة سريعة فيما يتعلق بالكورة قبل ما ننتقل للفن. اللاعب اللي بيمتعك في الملعب، هي عايزة كلام، زيزو. شيكابالا طبعا، وزيزو. شيكابالا وزيزو الاثنين، يعني شيكا ده يا جماعة، أنا والله كويس إن أنت سألتني السؤال ده. أنا عايز أقول الجملة دي وده رأيي الشخصي، أرجوك يا شيكابالا لا تفكر في الاعتزال مهما كان سنك. أنا عايزك تحقق الرقم القياسي. روجيه ميلا قعد يلعب عنده حاجة و40 سنة وشارك في كأس العالم، وكان بينزل 10 دقايق أو ربع ساعة يغير نتيجة الماتش. فأنت فكهة الكورة في الزمالك وفي مصر كلها. أرجوك استمر يلعب، حافظ على لياقتك، اتدرب، حتى لو نزلت 10 دقايق ربع ساعة بتمتعنا، بتمتعنا كورة. تفسيرك، بما إن حضرتك يعني خبير كروي كمان، أسباب تراجع النادي الأهلي؟